مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه المساحة الإخبارية التي سنتوقف فيها مع تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، كما سنتوقف أيضا بالرصد والتحليل مع ردود الفعل الدولية الرافضة للعدوان الإسرائيلي المفترض على مدينة رفح الفلسطينية، كما سنتوقف أيضا في هذه المساحة الإخبارية مع آخر ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي يدخل شهره الرابع في هذه الأثناء. السلام عليكم. استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في مخيم النصيرات الواقع وسط قطاع غزة، كما أفاد مراسلنا باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء بغارتين لطائرات الاحتلال استهدفت منازل في حي الزيتون الواقع في جنوب شرقي مدينة غزة وفي حي تل الهوى الواقع في الجنوب الغربي منها، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني. كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 من المصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدا إضافة إلى 68291 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. أفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال أجبر 10,000 من النازحين في مجمع ناصر الطبي الواقع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة على الخروج قسرا والنزوح إلى شرقي المدينة. وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى فقدان الاتصالات مع الموجودين داخل مجمع ناصر الطبي معربا عن أمله بعدم خروج الأمور بهذا المستشفى عن السيطرة. من جانبها دعت منظمة أطباء بلا حدود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان سلامة جميع الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل هذا المستشفى. أفادت مراسلتنا بأن سفارات الإنذار دوت في مستوطنتي عسقلان وزكيم الإسرائيليتين في غلاف قطاع غزة، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن الفصائل إنها قصفت عسقلان مع مستوطنات أخرى في غلاف غزة برشقات صاروخية متعددة. هذه دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة معنا من القدس المحتلة. دانا، ما هي البيانات بشأن مستوطنات عسقلان وزكيم التي أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفتها برشقات صاروخية؟ بالفعل تامر، سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كانت قد أصدرت بيانا مساء اليوم أوضحت فيها استهداف مستوطنات غلاف غزة وصلت في مداها إلى عسقلان، هذه المستوطنة التي دوت فيها صفارات الإنذار بعد أيام طويلة من انقطاع هذه الصفارات بفعل الهجوم البري في شمال ووسط وجنوب القطاع. كان المستوى العسكري يقول بأنه أجهز على قدرات حماس العسكرية، والدليل وخير دليل على ذلك وبرهان هو انعدام صفارات الإنذار، ولكن فيما بعد هذه التصريحات كانت قد دوت صفارات الإنذار هذه لتؤكد أن ما زال هنالك قدرة عسكرية لحركة حماس وللفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى العاملة في قطاع غزة رغم كل هذا الحصار المفروض عليها. ولربما هذا جاء ويتناهى مع ما عبر عنه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هليبي عن معارضته لوقف الأعمال القتالية لفترة طويلة
في إطار صفقة محتملة مع حركة حماس تهدف إلى إطلاق سراح المستفزين الإسرائيليين. وجاء ذلك البيان عبر ما نقلته هيئة البث الرسمية أيضا التي قال أن هليفي عبر عن موقفه هذا خلال الجلسة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، وشدد على أنه بناء على الاعتبارات العملية فإن تعليق طويل الأمد للحرب على غزة يمكن أن يؤثر على القتال ضد حماس ويطيل أمد الحرب لسنوات. وقال أنه في حالة زخم قتالي، وأنه إذا توقف جيش الاحتلال عن العمليات العسكرية فإن حماس ستتعامل وستتعامل على أنها لديها المزيد من الوقت ويمكنها رفع صفوفها من جديد، وعندها لا يمكن لجيش الاحتلال أن ينهي هذه الحرب، وقد يستغرق سنوات بدلا من أشهر لإتمام أهداف هذه العملية. وقال بأن عملية القتال يجب أن تكون مستمرة ووفق معريضة كان قد وقع عليها 150 ضابط من ضباط الاحتياط الإسرائيليين، يقولون فيها بأن حماس بدأت للعودة للعمل في شمال القطاع، وبأنهم رفضوا تحركات لمقاومين في الشوارع هناك، وبأن الحياة في مدينة غزة أي في وسط القطاع بدأت ترجع إلى مجراها الطبيعي. لذلك هنالك تخوفات من قبل المنظومة العسكرية، وقال أن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للإسرائيليين، والأمر سيكون أكثر صعوبة في حال تم التوصل إلى صفقة تتيح في المرحلة الأولى أو المرحلة الأولية وقف لإطلاق النار. وكان يتحدث عن 6 أسابيع في المرحلة الأولية. بدوره أيضا قال رئيس الحكومة الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس لم تقدم عرضا جديا بخصوص اتفاق تبادل الأسرى والمستجدين، وأن المعضلة الأساسية حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية يتعلق في أعداد الأسرى الفلسطينيين التي تود حركة حماس الإفراج عنهم ضمن هذه الصفقة. وقال أن إسرائيل لن تستسلم، على لسان نتنياهو، أن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس غير الواقعية، وتغيير مواقف حماس هو فقط ما سيجعل من الممكن المضي قدما في المفاوضات. هذا جاء في بيان وخطاب مصور نشر لاحقا على حسابات رسمية لمكتب رئاسة الوزراء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالب فيها الوسطاء بالضغط على حركة حماس للتنازل عن مطالبها التي أسماها غير المعقولة، والتي ستسمح بالتقدم في إطار المفاوضات غير المباشرة التي تدعمها الولايات المتحدة وتجري عبر الوسيطين المصري والقطري. وأيضا كان هنالك يعني حراك اليوم على الصعيد السياسي والعسكري فيما يتعلق في الحدود الشمالية، وهذا الاستهداف الذي حتى الآن حزب الله لم يتبنى تنفيذ هذه العملية العسكرية، ولكن كل الترجيحات الإسرائيلية تقول أن تم استخدام صواريخ دقيقة حسب وصفها في الإعلام الإسرائيلي، ووصلت في مداها إلى ما يزيد على 20 كيلومتر، كون صفت تقع على بعد 15 كيلومتر من الحدود الجنوبية مع لبنان، وأثرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 3 منهم في حالة وسط، في إصابة يعني وصفت في المتوسطة، و4 أيضا في الإصابات الطفيفة. كان هنالك العديد من الاجتماعات على مستوى كابينات الحرب والقادة السياسية والعسكرية التي تطالب في اتخاذ خطوات جدية للرد على كل هذه الاستهدافات، والتي تحولت من استفزازات على حد تعبيرهم. بل جانس ذهب إلى أبعد من ذلك في بيانه الأخير الذي قال بأن حزب الله ليس فقط من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد عند الحدود الشمالية، بل أن الحكومة والدولة اللبنانية، وبأن الرد سيطال ليس فقط جنوب لبنان بل سيصل إلى العاصمة بيروت. كذلك الحال إتمار بنكفير الذي كان قد طلب في انعقاد اجتماع الكابينيت المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية لاتخاذ خطوات جدية للتعامل مع الجبهة الشمالية. كذلك جالنت الذي قال بأن إسرائيل لم تود يوما في فتح هذه الجبهة، ولكن حزب الله يجره إلى فتح هذه الجبهة، وبأنه التقى في القواعد العسكرية الشمالية هناك في جنود الاحتياط والجنود النظاميين العاملين هناك، وكان قد عزز ورفع حالة التأهب هناك، وطالب بأن يكونوا على قدر من الجهوزية في حال تم إقرار توسيع الجبهة في الحدود الشمالية. الأنباء تقول بأن جانتس وأيزنكوت منتسبي مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمعوا بالغد وسيطالبوا بعدم تحييدهم عن القرارات المصرية. ماذا بشأن ذلك ولماذا طلبوا بذلك، وما هي التكئة التي اعتمدوا عليها في تنقل هذه الأنباء؟ بالفعل كانت هنالك مصادر إسرائيلية تتحدث أن قرار إرسال أو عدم إرسال وفد إلى القاهرة لاستكمال هذه المفاوضات والمباحثات للوصول إلى إطار تفاهم على
إثر مباحثات باريس التي انعقدت قبل ما يزيد على أسبوعين، كان بنيامين نتنياهو قد اتخذ القرار لوحده كما تقول هذه المصادر السياسية، وكان قد استبعد بيني جانس وإيزنكوت عن اتخاذ هذا القرار. لذلك هذا الحال يعني أكثر ما يكون كما يوصف في الإعلام وحسب التحليلات هنا إن لعبة شد الحبل بين الجانبين، وبأن نتنياهو يحاول استبعاد بني جانت وإيزنكوت عن اتخاذ مثل هكذا قرارات، بل أن مصادر إسرائيلية ذهبت إلى أبعد من ذلك وقالت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا يؤيف جالنت كان بعيد عن اتخاذ هذا القرار، وكأن نتنياهو يحاول أن يعني يتفرد في اتخاذ القرارات الخاصة فيما يتعلق بصفقة التبادل، وهذا يعزز الانشقاق الداخلي بين المستويين العسكري والسياسي، بل أيضا يعزز الانقسام الموجود أصلا بين أعضاء كابينت الحرب وحكومة الطوارئ التي تم تشكيلها إبان هذه الحرب الأخيرة في 7 أكتوبر. دنا أبو شمسية مراسلة القاهرة، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة. توعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية عسكرية قوية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة بعد السماح للمدنيين بمغادرتها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نتنياهو قوله إن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل على حركة حماس على حد قوله، وهو ما يتطلب تحركا قويا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه القاطع لأي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وشدد ماكرون خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه على أن أي تهديد لمدينة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، بل وأضاف في معرض حديثه بأن التهجير القسري للسكان سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، واصفا الخسائر البشرية والوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه أمر لا يطاق. من مارسيليا مراسل القاهرة خالد شقير. خالد، ماذا جاء في بيان الإليزي بشأن هذه المكالمة، ولماذا لجأ ماكرون إلى مخاطبة ومهاتفة نتنياهو؟ نعم تامر، بعد التحية، يبدو أن فرنسا من خلال هذا الاتصال تصر على إرسال رسالة ما فادها إلى الجانب الإسرائيلي بأن ما تقوم بإسرائيل والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو هو أمر لا يطاق، وأنه مشكلة إنسانية لا حد لها، وأن فرنسا ترفض موضوع تهجير الفلسطينيين من غزة كما جاء في البيان. وهذا الاتصال يبدو أن الرئيس الفرنسي أدرك بعد أن قامت فرنسا بعدة محاولات أمنية استضافت بعض من الدول على رأسها جمهورية مصر العربية وقطر وأيضا الجانب الإسرائيلي في إيجاد حل وهدنة لتبادل الأسرى، ثم بعدها رحلة إلى وزير الخارجية الفرنسية إلى القاهرة والأراضي المحتلة والأردن وأيضا إسرائيل. يبدو أن كل المحاولات الفرنسية لم تجد يعني صدى لدى السلطات الإسرائيلية، ويبدو أيضا أن الرئيس الفرنسي تامر يعني يتعرض للإحراج أمام الرأي العام الدولي وأيضا الداخلي. قلنا منذ لحظات تامر كنا قد رصدنا بعض من الوقفات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والصحف الفرنسية على رأسها صحيفة ليفيجارو حذرت من أن أي خطوة تقوم بها إسرائيل في رفح متواجد فيها أكثر من 1,300,000 سيكون لها أضرار إنسانية كبيرة، ويمكن أن تخرج الصراع من إطار غزة لتشمل المنطقة بأسرها. ولهذا يعني هذه المكالمة الهاتفية الهامة الحقيقة من قصر الإليزي أعلن عنها أن الرئيس الفرنسي وجه رسالة شديدة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي مفادها أن أي عملية على رفح هي مرفوضة، وأن لها تبعات كبيرة على هذا القطاع الذي يعاني إنسانيا، ووصف الوضع أنه كارثي في هذا القطاع،
وأكد على أن فرنسا ترفض قيام أو استخدام القوة. كان تامر الرئيس الفرنسي في آخر خطاباته توجه إلى الجانب الإسرائيلي وقال أن الدم جميعه يتساوى بالنسبة لفرنسا، وأن إذا كانت إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها فهذا الحق لا يعطيها بالحق في بالاعتداء على الأطفال والنساء والمدنيين، وعليها تحديد الهدف إذا أرادت القضاء على حماس. هذا رأي فرنسا، ولكن ماذا عن رد نتنياهو لهذه المهتفة بينه وبين الرئيس الفرنسي؟ الحقيقة يعني حسب جورج مال برونو وهو أحد الصحفيين في جريدة الفيجارو بأن فرنسا فقدت التأثير المباشر على الجانب الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي يمكن لها أن تحدث بصورة أو بأخرى يعني تأثيرا في تغيير الموقف الفرنسي. الصحف الفرنسية وبعض من المحللين الاستراتيجيين والعسكريين أكدوا على أن بنيامين نتنياهو يحاول الإبقاء على فرصة تواجده، ولهذا هو يتخذ بعض من القرارات. وهناك صحف أخرى بتؤكد أنه لن يقوم بهذه العملية، ولكنه يقوم باستخدامها كوسيلة من وسائل الضغط لكي تغير حماس من تصلبها في بعض من الطلبات التي تقوم أو التي تجرى في القاهرة في هذه الأيام. بالنسبة للرأي العام الفرنسي، كان هناك في بداية الأمر تعاطفاً مع الجانب الإسرائيلي، ولكن يزداد الآن الحقيقة، وهذا ما رصدناه، التعاطف مع الفلسطينيين ومع أطفال ونساء وشيوخ غزة، وهناك تحمل للمسؤولية، وبصفة خاصة بعد قيام ستيفان سيجورني برحلة إلى المنطقة، وأيضاً كان معه مجموعة من النواب الفرنسيين، معظمهم كانوا من اليسار الفرنسي، وتتحرك الجمعيات الأهلية والفيدراليات العمالية هنا من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين. وتطالبت الحقيقة هذه الجمعيات الدولة الفرنسية والرئيس الفرنسي بالتدخل لإنهاء هذه العمليات الجارية على غزة، وعدم التوجيه أو التخوف من توسيع هذه العمليات لتشمل رفح من ناحية وأيضا جنوب لبنان من ناحية أخرى. هذا هو خالد شقير مراسل القاهرة، شكرا لك يا خالد إذ كنت معنا من مرسيليا. حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي في مدينة القدس بأن أي عملية عسكرية تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة رفح ستؤدي إلى كارثة إنسانية. أكد الكرملين بأن أي هجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الفلسطينية سيتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الوضع بالشرق الأوسط خطير جدا ولا بد من حل سياسي. وأشار ديمتري بيسكوف إلى استمرار الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الروس داخل قطاع غزة. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا. وأضاف سوليفان خلال كلمة في البيت الأبيض قال بشأنها إن واشنطن تتواصل مع إسرائيل فيما يخص الوضع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. محادثات مكثفة مع الإسرائيليين ومفصلة، ولكن بشكل عام أن نتعامل مع ثلاث حقائق. إحدى الحقائق، هناك أكثر من مليون نسمة في منطقة صغيرة، وهؤلاء الناس يجب أن يكون أمامهم مكان آمن يذهبون إليه. الحقيقة الثانية، المساعدات التي يعتمد عليها المدنيين الفلسطينيين تأتي من رفح. لو هناك عمليات عسكرية عطلت العبور كرم شالوم ورفح أو عطلت توزيع المساعدات، هذا سيجعل من الصعب حركة المساعدات. والسؤال ليس فقط أين يذهب الناس، وإنما أيضا المساعدات المستدامة
ماذا سيحدث لها. الحقيقة الثالثة هذه العمليات بجانب الحدود المصرية، وهناك قلق لدى الجانب المصري بشأن هذه العمليات على الحدود، يجب أن تكون هناك إجابات واضحة. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مذكرة بتأجيل ترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا قادمة. وقال مسؤول في إدارة بايدن إن هذه الخطوة تمنع المغادرة القسرية المؤجلة لما يقرب بنحو 6000 فلسطيني. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ذلك يعود لتدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة. من جانبه قال عابد أيوب المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز إن هذا القرار مرحب به ويأمل في تطبيقه، غير أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة. سيكون معنا رامي جبر من واشنطن العاصمة مراسل القاهرة. رامي، بعد التحية والتقدير نبدأ من حيث انتهينا، ما الذي دعا الرئيس الأمريكي إلى التوقيع على هذه المذكرة بشأن تأجيل ترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة؟ مرحبا تامر. هذا الإجراء الذي اتخذه بايدن أو هذا الأمر الذي وقعه بايدن في الحقيقة يعني بهدف إظهار بعض التعاطف والتقدير للفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة والذين لم يوفقوا أوضاعهم بشكل رسمي للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أو الحصول على حق اللجوء أو ما شابه، ويقضي القانون هنا بترحيلهم خارج البلاد باعتبارهم غير موجودين بشكل شرعي، لكنه بهذا الأمر يؤجل هذه العملية لمدة 18 شهرا حتى يعطي هؤلاء فرصة لتوفيق أوضاعهم، إما توفيق أوضاعهم للإقامة في الولايات المتحدة أو توفيق أوضاعهم والتقديم على اللجوء في دول أخرى أو العودة إلى الأراضي الفلسطينية إن كان في إمكانهم ذلك. ولكن الآن إذا ما تم ترحيلهم بالفعل فليس أمامهم أي مكان، حتى الأراضي الفلسطينية من الصعب جدا أن يدخلوها في ظل هذه الظروف، وحتى إن دخلوها في ظل العدوان الإسرائيلي فإن هذا بالتأكيد يعرض حياتهم للخطر، وبناء عليه اتخذ بايدن هذا القرار تعاطفا معهم أو تقديرا لحالتهم، وفي نفس الوقت يريد أن يوصل رسالة إلى المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في الداخل الأمريكي أنه يهتم وأنه يتعاطف وأنه مهتم بمثل هذه الحالات، ولذلك اتخذ هذا القرار. لعل ذلك يغير رأي هؤلاء المعارضين لبايدن الآن بسبب سياساته الداعمة لإسرائيل. رامي، جاك سوليفان قال إنه يتواصل، والحديث على لسان الولايات المتحدة بإجمالها، يتواصل مع إسرائيل بشأن الوضع في مدينة رفح، ماذا يقصد بشأن ذلك؟ جاك سوليفان عندما تحدث اليوم كان يقصد إن هناك حالة من التواصل والاتصالات المستمرة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الخطة الإسرائيلية التي طالبت بها الولايات المتحدة إسرائيل لتقديمها في حال رغبتها في خوض أي عملية عسكرية في رفح جنوب غزة. تأخذ هذه الخطة من وجهة النظر الأمريكية المدنيين بعين الاعتبار وتوفر لهم الحماية أيا كانت طريقة هذه الحماية، حتى إن كان ذلك بمساعدتهم على الانتقال إلى أماكن أخرى آمنة بعيدة عن العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح جنوب قطاع غزة. هذه الاتصالات تستمر وهذه الضغوط تستمر، والولايات المتحدة كما قال جاك سوليفان لديها موقف ثابت، وأن تركيزها الآن ينصب على المدنيين في رفح ودخول المساعدات إليهم ودخول المساعدات إلى كل المدنيين الآخرين في قطاع غزة، وأن على إسرائيل أن تضع هذه الخطة بنفسها كما قال جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجي في البيت الأبيض أول أمس، عندما قال هذه الخطة ليست من اختصاص الولايات المتحدة، هذه الخطة يجب أن تقررها إسرائيل وتضعها وتقدمها لنا، ويجب على هذه الخطة أن تكون آخذة في عين الاعتبار. يتحدث يا رامي عن الخطط الإنسانية بشأن ترحيل أو إجلاء سكان قطاع غزة من الجنوب؟ نعم، إما الإجلاء من جنوب غزة إلى مكان آخر آمن أو محاولة عقد العملية العسكرية أو يعني
العملية العسكرية، أن يتم تتم هذه العملية العسكرية في إطار من الإجراءات شديدة الحرص التي لا تعرض المدنيين للخطر. ودعني أقول لك إنه في الداخل الأمريكي هنا وبين المسؤولين الأمريكيين يستصعبون جدا أو يرون أنه من الصعب جدا القيام بمثل عملية عسكرية في هذا المكان دون تعريض حياة المدنيين للخطر، نظرا لأننا نتحدث عن نطاق جغرافي صغير جدا يعيش فيه الآن أو يلجأ إليه الآن حوالي 1.5 مليون فلسطيني، وفي بعض التقديرات تقول 2 مليون فلسطيني، وهذا عدد كبير جدا. الكثافة السكانية أصبحت ربما من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم، ولذلك يصعب ذلك أي إجراءات يمكن أن يتخذها أي جيش يقوم بعملية عسكرية في مثل هذه الظروف. ولكن الولايات المتحدة أكدت ذلك أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول بدءا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل يجب عليها أن تتخذ القرارات الصعبة، ويجب عليها أن تضع المدنيين في عين الاعتبار، ويجب ألا تعرض حياتهم للخطر. وكما قال كيربي إن العدد المنشود للضحايا المدنيين هو صفر، أكثر من ذلك لا نريد، أكثر من ذلك نريد فقط أن يكون عدد الضحايا المدنيين صفر في أي عملية تقوم بها إسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ألم يوضح كيف سيصل إلى ذلك العدد الذي فرضه هو أنه لا يجب أن يسقط المدنيين في هذه العمليات؟ في الحقيقة كيربي في هذا المؤتمر الصحفي تحديدا ألقى الكرة تماما في ملعب إسرائيل، لأن الصحفيين كانوا يضغطون عليه بالأسئلة ويسألون نفس السؤال الذي تطرحه، وهو كيف سيكون شكل هذه الخطة، وكيف يمكن الوصول إلى هذا الرقم المنشود أو الرقم صفر ضحايا. فقال لهم إن هذا ليس قرار الولايات المتحدة، هذا قرار إسرائيل. يمكن لإسرائيل أن تقوم بعملية عسكرية إذا أرادت، نحن لا نمنعها ولا نقول لها لا، على هذا على حد تعبيره بالضبط، ولكننا نقول لها أنه يجب أن تقدم خطة موثوقة تأخذ في عين الاعتبار عدد المدنيين. خطة موثوقة، رامي اعتذر عن المقاطعة، خطة موثوقة تعرض على الولايات المتحدة، وبالتبعية هذه مشروطية الولايات المتحدة لتنفيذ إسرائيل هذه العملية؟ بالضبط هذا ما كان يقصده كيربي، يعني ليس الحديث أن يقول مسؤول إسرائيلي على سبيل المثال لبايدن أو لأي مسؤول أمريكي نعم لقد وضعنا خطة واتركونا نذهب في هذه العملية. لا، الولايات المتحدة تريد أن تطلع على هذه الخطة وتريد أن تطلع على هذه الإجراءات أولا قبل أن تعطي ضوءا أخضر لإسرائيل بالقيام بهذه العملية. من حيث المبدأ الولايات المتحدة لا ترفض بالكامل إجراء هذه العملية العسكرية في جنوب رفح، لأنه كما قال سابقا ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعلم أن هناك عناصر من حركة حماس تختبئ الآن وسط المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة، وأن على إسرائيل ملاحقة هؤلاء ومحاولة استهدافهم، ولكنها يجب أن تتوخى الحذر بعدم استهداف المدنيين. لذلك من حيث المبدأ الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض كامل على إجراء العملية في رفح، ولكنها تريد فقط أن يكون هناك خطة واضحة تقدم إليها من طرف إسرائيل حتى تستطيع أن تؤكد لها أن بمقتضى هذه الخطة سوف نقوم بالعملية ولن نعرض حياة المدنيين للخطر. من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة، شكرا لك إذ كنت معنا من هناك. كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فتح وزارة الخارجية الأمريكية تحقيقا حول عدد من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. من واشنطن سيكون معنا السيد حازم الغبرة المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، أهلا بك سيدي على شاشة القاهرة. سيد حازم هل تسمعني؟ أسمعك، تسمعني؟ أنا أسمعك بوضوح، أهلا بك على شاشة القاهرة سيد الفاضل. الولايات المتحدة تحديدا الخارجية الأمريكية تتحدث عن فتح تحقيق بشأن الأسلحة التي تستخدم في انتهاكات داخل
قطاع غزة، ما هو المبتغى من ذلك؟ طبعا سيد الكريم، الولايات المتحدة لديها شروط صارمة في تصدير الأسلحة والعمل مع أي دولة فيها صراع وتستعمل أسلحة في هذا الصراع. طبعا ما يعقد الموضوع هنا عدد الضحايا الهائل الذي نراه في غزة، وما يعقد الموضوع أكثر أن الأسلحة ليست فقط قد تكون أمريكية، لكن هي ممولة من أموال دافع الضرائب الأمريكي. يعني طبعا كما نرى حزم مساعدات عسكرية مستمرة لإسرائيل يصوت عليها الكونغرس بشكل مستمر. فهناك أكثر من، وإضافة إلى ذلك هناك الوضع السياسي في الولايات المتحدة الذي من الواضح أنه يعني أصبح صعب على إدارة بايدن أن تستمر بدعم إسرائيل بشكل كامل ودون أي ضوابط واضحة. لكن العودة إلى لب الموضوع، هذا جزء أساسي من القانون الأمريكي. عندما يكون هناك هذا النوع من الضربات العسكرية التي تودي بحياة مئات المدنيين كل ضربة، يعني هناك تحقيق سيفتح، وسترى وزارة الخارجية الأمريكية مسؤولة عن هذا التحقيق، وستعمل مع الطرف الإسرائيلي لتفهم ما جرى ولماذا ضربة عسكرية تودي بحياة هذا العدد الغير مسبوق من المدنيين. نعم، وهو يتحدث عن العدد بإجمالي، هو يتحدث تحديدا عن يوم 31 من أكتوبر الماضي، يتحدث عن 125 فلسطينيا قضوا بقنبلة أمريكية في منطقة جبلية بقنبلة تزن الطن. ما هي الفكرة؟ الولايات المتحدة تعرف ماذا قدمت وماذا لم تقدم إلى إسرائيل، وبالتبعية هل تتصور أنها تطبق القانون بغض النظر عن الغاية الحقيقية من هذه الممارسة؟ سيد الكريم، لا علاقة لمصدر الأسلحة. يعني حتى لو كانت هذه الدولة أو إسرائيل في هذا المثال تستعمل أسلحة ليست أمريكية، لكن لديها استيراد مستمر للأسلحة الأمريكية، قد تتعرض لعقوبات بسبب استعمال أي سلاح ضد المدنيين. فهذا موضوع، يعني موضوعان مختلفان بعض الشيء، موضوع قانوني، موضوع ما يسمى procedural أو موضوع تقني في الولايات المتحدة. لكن أيضا التحقيق لم يشمل فقط الضربات في 31 من أكتوبر، لكن أيضا استعمال الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان. فالتحقيق موسع، وطبعا الفوسفور الأبيض حسب يعني معرفتي الشخصية أنه صناعة إسرائيلية ولا يأتي من الولايات المتحدة. فهناك أكثر من جزء لهذا التحقيق، ويعني هدفه هو التفهم بشكل واضح وملموس هل إسرائيل تستعمل أسلحة بطريقة غير شرعية أو غير قانونية، أو حتى يعني بشكل غير، يعني لا يعطي حياة المدنيين أي اهتمام. وحسب ذلك نتائج هذا التحقيق ستقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات، أو قد لا تفرض طبعا، لكن هناك عقوبات قد تأتي على شكل منع تصدير أسلحة أمريكية حتى لو لفترة محدودة لإسرائيل. الموضوع السياسي كما قلت ليس فقط تقني، فقد نرى يعني نتيجة هذا التحقيق، النتيجة الملموسة له لن تكون واضحة حتى لو كانت النتيجة يعني ضد مصلحة إسرائيل أو مع مصلحة إسرائيل. شاكر لك من واشنطن السيد حازم الغبرة، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، شكرا لك سيدي على قبول الدعوة. انتشر مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وهو يرقص مع جنود الجيش الإسرائيلي على مقربة من قطاع غزة. تصرف بومبيو أثار جدلا واسعا، خاصا أنه تناسى هذه البروتوكولات المرتبطة بمنصبه السابق وتجاهل أنه على مسافة قليلة بوجود آلاف مؤلفة من الشهداء والجرحى داخل قطاع غزة. يقولون ما لا يفعلون ويدعون الحزن، بينما تنبض قلوبهم فرحاً بما تعيشه غزة من مآس وانتهاكات صارخة. في العلن يدينون تل أبيب ويطالبونها بإيقاف ذلك الصراع، وفي الخفاء يرقصون على أجساد آلاف الضحايا والمدنيين الأبرياء. وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تناسى بروتوكولات منصبه السابق، وكونه دبلوماسياً لا يمكنه إظهار تعاطفه مع الجاني، ضرب بكل ذلك عرض الحائط
وتجاهل نزيف غزة وأحزانها، فوقف يتوسط عشرات الجنود الإسرائيليين مبتهجاً بزيارته إحدى جبهات الحرب. رقصة غريبة أدها بومبيو، توارت معها كل ما تفترضه اللياقة الدبلوماسية وقبلها اللياقة الإنسانية، متجاهلاً أنه على مسافة قليلة يوجد آلاف مؤلفة من الشهداء والجرحى في غزة. الصدفة كشفت حقيقة ما تضمره سريرة بومبيو الذي جاءت رقصته لتعرقل أو تشكك في الجهود الدبلوماسية لبلاده بشأن الملف الفلسطيني. لم تسقط ورقة التوت بعد، ولم يغلق التاريخ صفحاته، ولن تتناسى غزة هؤلاء الذين رقصوا على جثامين أبنائها، كما لن تسمح بأن تهزم أو تقطع أوصالها. ستنتفض يوماً لتعود كما كانت غزة آمنة. أعرب ممثل المجموعة العربية عن قلقهم إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة داخل مدينة رفح جنوبي القطاع، وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة ومنع وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح. نرى أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويتحرك فورا لوقف القتال وإنقاذ رفح من هذه الكارثة الوشيكة، وكما تعلمون نود أن نرى مجلس الأمن يتصرف بأسرع ما يمكن في حدود سلطته، ونعتقد أن الوقت قد حان الآن لكي يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض بلاده التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، محذرا من خطورة تداعيات هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع. وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وزعيم الأقلية الديمقراطية في هذا المجلس حكيم جيفرز، شدد العاهل الأردني على أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكون كارثيا على المنطقة برمتها، مؤكدا على ضرورة العمل بنحو مكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء. أعرب الرئيس المصري عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا للإنقاذ السريع لأكبر قدر ممكن أو للإنفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد الرئيس المصري أنهما توافقا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا. أعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. نعود إلى متن هذا الخبر السابق المرتبط برقص وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وهو يرقص على مقربة من قطاع غزة مع بعض من جنود الاحتلال، وحول الموقف الأمريكي برمته بعد هذا الإعلان والتسريبات الصحفية التي تتحدث عن تحقيقات تجريها الخارجية الأمريكية بشأن الأسلحة الأمريكية التي تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي داخل هذا القطاع. سيكون معنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الكاتب والباحث السياسي. دكتور، بعد التحية والتقدير، الموقف الأمريكي يبدو في التصريحات السياسية أنه جاد، وفي بعض التصريحات والمشاهد كمقطع فيديو لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تفي بما تتحدث بشأنه في هذه الأثناء، أين أنت من الطرحين؟ بد من التنبه إلى دقائق الكلام
الأمريكي حول ما يجري. الكلام حول الدعم لإسرائيل هو دائم مطلق وشامل وكامل، وتأكيد على استمرار هذا الدعم بالسلاح والعتاد والغطاء الدبلوماسي والسياسي والأمني مهما كانت الظروف، هذا لا تبديل به. أما الكلام عن أحوال الفلسطينيين في القطاع وضرورة إيصال الإغاثة إليهم وضرورة عدم الإضرار بهم إلى ما هنالك، فيأتي دائما في إطار التمني والترجي ولا يأتي في إطار الضغط الحقيقي. علينا أن لا نتوهم، هذا منطق الاستمهال ليس جديدا على الإطلاق. الاستمهال بمعنى أنه نحن نريد الحق، نحن نريد الإنصاف، ولكن أمهلون بعض الشيء، أمهلون بعض الشيء. وصلنا إلى دمار القطاع بأكمله، وصلنا إلى حشر الغزاويين وكأنهم قطيع من البقر، عذرا للعبارة، يتحدثون عن نقله من مكان إلى آخر دون احترام للكرامة الإنسانية. ثم يأتي من يقول الولايات المتحدة تسعى، الولايات المتحدة لا تسعى، الولايات المتحدة الموقف واضح وصريح، تؤيد إسرائيل في مسعها إلى قتل حماس، إلى القضاء على حماس مهما كان الثمن. الولايات المتحدة تفضل ألا يكون هذا الثمن قدر كبير من القتلى الفلسطينيين، ولكن من الشهداء الفلسطينيين. ولكن علينا هنا أن نلاحظ بأنها لم تعترض إلى اليوم عن مقتل عشرات الآلاف. إذن ما يعني أن تقول الولايات المتحدة بأنها لا تريد ثمنا باهظا بهذا الشأن؟ ما يعني أن تقول الولايات المتحدة بأنها تريد إدخال المساعدات بكميات كافية فيما هي بل قطارة؟ وإسرائيل هي التي تعترض، إسرائيل هي التي تمنع، والولايات المتحدة لا تعترض. الولايات المتحدة لا تدين أي فعل إسرائيلي. عندما ينقل لأي مسؤول أمريكي حدث شنيع ارتكبته القوات الإسرائيلية، نرى كلاما منهم أنهم يأسفون للموت، يأسفون للضحية هند رجب، يأسفون للإصابات التي تعرضت لها طواقم الصحفيين إلى ما هنالك، ولكن لا إدانة على الإطلاق ولا محاسبة على الإطلاق. وأي توقع خلاف ذلك حقيقة هو من باب الاستغباء الذاتي، أي نستغبي أنفسنا إذا أردنا أن نتوقع بأنه ثمة موقف أمريكي سوف يكون له فعل. وبناء على هذا المصطلح الاستغباء الذاتي الذي حاولت أن توصف به سابق حديثك، هنا نحن في العالم العربي نقتبس بعض البيانات الصحفية التي تشير إلى أن ثمة توتر ما بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو، أنه هو العقب الكؤود أمام وقف هذه الحرب. هل هذا الالتقاط دقيق؟ سيدي الكريم، ربما بأنه على المستوى الشخصي، ربما بالفعل، وأنا لا أستطيع أن أقرأ القلوب، ربما أن بايدن لا يحب نتنياهو ونتنياهو لا يحب بايدن، ولكن ما الفارق؟ في نهاية المطاف هذه التسريبات الصحفية التي تتحدث عن كلام نابي من بايدن بشأن نتنياهو لا اعتبار لها، لأننا في نهاية على طول الدرب منذ أن ابتدأت هذه المقتلة في غزة، وما نراه هو التالي: جريمة إسرائيلية يقابلها بعض الاعتراض الكلامي من الجانب الأمريكي، من باب التمني، من باب الترجي، من باب النصيحة، من باب العتب أحيانا، دون أي فعل أمريكي. ثم ننتقل إلى ما يليها وما يليها وما يليها، نحن نشهد 4 أشهر من الكذب من جانب الإدارة بهذا الشأن. يستطيعون أن يقولون نبذل جهدنا، يبدو بأن بذل الجهود هنا عندما يكون لإقامة جسر جوي لتأمين العتاد والذخائر التي يقتل من خلالها الفلسطينيين، لا بأس، هذا يمكن تحقيقه. أما تأمين دخول بعض الشاحنات فلا يمكن، وعلينا أن ننتظر معهم، ودائما بالتسويف. علينا أن نتذكر هنا بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولا فرق هنا على الإطلاق بين جمهوري وديمقراطي، بين تقدمي ومحافظ إلى ما هنالك، الإدارات الأمريكية بشكل دائم تستمهل العرب، تستمهل العالم، تستمهل الأوروبيين بالقول نحن نسعى لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل البعيد. اسمحوا لإسرائيل اليوم بالقيام بما شاءت، وعلى المدى البعيد ربما. لاحظ بأننا لا نتحدث اليوم منذ أسابيع غير وجيزة عن حالة ما بعد اليوم التالي، بعد أن كان هذا الحوار وكأنه هو بيت القصيد، نتحدث اليوم عن أننا أمام مأساة جديدة تضاف إلى المآسي التي تشهدها فلسطين، إلى نكبة جديدة تتحقق في غزة. والولايات المتحدة اليوم تحاول مجددا
تدوير الزوايا من خلال القول بأنه اعترضنا ورفضنا، ولكن هذا الرفض لا يصاحبه على الإطلاق أي فعل على الأرض. آن الأوان للعالم ككل، ليس فقط للدول العربية، ليس فقط للدول الإسلامية، تحديدا الدول الأوروبية التي منها الحر الصادق ومنها الذي كان جبانا وربما قد يستعيد بعض الشجاعة هنا، بعض الشجاعة المعنوية الأخلاقية. آن الأوان للشروع بفعل جدي، بفعل حقيقي لإنقاذ الفلسطينيين. ما هو شكل هذا الفعل الذي طرحته؟ عفوا، شكل الجدية في هذا الطرح الذي تفضلت بذكره؟ حقيقة فيما يتعلق بالدول خاصة بمصر، طالما أن مصر هي الدولة التي تقف على البوابة، هنا لابد من دعم لمصر من كافة الدول العربية الإسلامية الجنوب العالمي والدول الحرة في الغرب من أجل إدخال المساعدات. شاءت إسرائيل أم أبت؟ هل إسرائيل سوف تقدم على ضرب الشاحنات في حال توجهت بالفعل إلى الداخل؟ قد تعمد إلى ذلك، ولكن في هذه الحالة الإدانات تكون واضحة. لابد من خطوات فعلية بهذا الصدد، لابد من خطوات تتعلق تحديدا بسحب السفراء، بتجميد كل المشاريع المشتركة. من طبع من الدول العربية مع إسرائيل على أساس أن هذا التطبيع من شأنه أن يؤدي إلى السلام، عليه أن يدرك بأن إسرائيل قد قبضت ثمن التطبيع من خلال أن تفعل مشاء ثم تجاوزت السلام. لا يمكن أن يكون ثمن التطبيع الدماء الفلسطينية، وبالتالي لابد هنا من مواقف عربية، من مواقف من الجنوب العالمي، ولكن كذلك مواقف من الغرب ومواقف من المجتمع الأمريكي الحي وعلى رأسه. حقيقة أقول لأننا نشهد ذلك بشكل دائم، هؤلاء الأمريكيون اليهود الذين ينتفضون ويقولون ليس باسمنا. المسألة ليست حرب دينية، المسألة ليست حرب حضارية، المسألة هي حرب أخلاقية، حرب قيمية، حرب معنوية. وعلى هذا الأساس لابد من مواقف تؤكد بأننا جميعا على مستوى العالم ككل حريصون على أن لا تنتهي المسألة بمجزرة وبمقتلة نقول بعدها ليتنا كنا نعلم. نحن نعلم، وبالتالي علينا الفعل الآن. الولايات المتحدة في تعاملها مع الدول الغربية، إذا ما استندنا إلى سابق الخبرة في التعامل مع حرب أوكرانيا وروسيا، لم تمتلك الإرادة الكافية أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتبعية دخلت في بوتقة الدول المؤيدة لها بشكل مطلق. ما الذي يدعوها الآن في هذا الملف وهو قد يكون بعيدا، وهي قد تبدي بعضا من التفاهم لما تقوم به إسرائيل، أن تتخذ هذا الموقف من الناحية أو للأسباب الأخلاقية؟ لا 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 بأس. فيما يتعلق بأوكرانيا، الموقف من أوكرانيا كان أوروبيا موقفا مصلحيا ومبدئيا في آن واحد. مصلحيا هو بأنه إذا سقطت أوكرانيا فأوروبا مفتوحة على الهيمنة الروسية، هذا من جهة، وهذا هو الجانب المصلحي. والجانب المبدئي بأن أوكرانيا معتدا عليها وروسيا هي المعتدية. اليوم الحالة ليست كذلك فيما نشهده في غزة. لا حرب في غزة، ما يجري في غزة ليس حربا بين هذا الجيش الجرار المدعوم أمريكيا والمزود بكافة. هذا هو مفهوم عربي أم مفهوم غربي؟ هل نتناقش في ذلك؟ لابد هو مفهوم في المجتمعات الغربية، مفهوم واضح. نعم، الحكومات الغربية التي لأسباب مختلفة، منها ترتيبات القوى، منها الترتيبات المصلحية، تسعى في بعض الأحيان إلى تجنب ذلك ثم تتدارك الأمر. رأينا كيف أن ماكرون مثلا الرئيس الفرنسي يوما يتحدث عن أنه عن أحقية المسعى الإسرائيلي للقضاء على هذا الإرهاب الإسلامي العالمي كما يريد أن يسميه، ثم يستدرك ويدرك بأننا ما نشهده هو إبادة، هو مقتلة مكتملة الأوصاف في غزة، وبالتالي لابد من التأكيد على الإسرائيليين بأن لا يمضوا. هذا التردد، هذه الإزدواجية لابد أن يدفع باتجاه تركها، مع التأكيد في نهاية المطاف بأن هذه ليست حربا قومية، ليست حربا دينية، ليست حربا حضارية، هي حرب أخلاقية، هي حرب معنوية، لأننا أمام جيش يقدم على كل الجرائم، والعالم مرتدع من أن يعترض على هذه الأفعال نتيجة ترتيبات معينة، نتيجة عقدة ذنب بالنسبة للأوروبيين. ولكن هنا لابد تحديدا من الفصل، هذا ما تجتهد إسرائيل بأن لا يحدث، الفصل بين التاريخ الأوروبي والذي يشتمل على فصول حقيقة قاتمة جدا فيما يتعلق بالممارسات
إزاء اليهود، وبينما يجري في إسرائيل لا علاقة له لا بهذه الفصول القاتمة ولا باليهود. حماس عندما أقدمت على ما أقدمت عليه صائبة أو خاطئة لا فرق، لم تقدم على هذا الفعل لأنها تكره اليهود، أقدمت عليه لأنها مقاومة في وجه احتلال. لو كان من هو في غلاف غزة من المسلمين ومن المسلمين الأقوياء لفعلت الأمر نفسه، لأننا نتحدث هنا عن ظالم ومظلوم، ليس عن يهودي ومسلم وعن تقي وعاصر إلى ما هنالك. إذن لابد من العودة إلى التأكيد على هذا الجانب المعنوي القيمي الذي يفترض بأنه بغض النظر عما ارتكبته حماس وعن الإدانة التي تستحقها أو لا تستحقها حماس، نحن نتحدث هنا عن جريمة أكبر بأضعاف ما يجري بحق الفلسطينيين في غزة، والذي لابد المسألة ليست مسألة إدانة، لابد من أن تقف هذه الجريمة عند هذا الحد. نحن نتحدث اليوم عن عشرات آلاف القتلى، قد نتحدث غدا في حال استمر هذا الاستمهال الأمريكي وهذا الاستغباء الذاتي للآخرين، يمكن أن نتحدث عن مئات آلاف القتلى وعن ملايين المهجرين. وحينها ماذا؟ كم يفترض أن يهجر هذا الشعب؟ كم مرة يفترض أن يهجر دون أن يلقى في نهاية المطاف الحق؟ هو طالب بالحق، مضت عقود طويلة وهو يطالب بالحق. أنا الأوان للعالم أن يقدم على هذا، وحقيقة هنا دور أساسي مصر تقدم على ما بوسعها أن تقدم عليه، ولكن لابد من دور أساسي لمصر لأنها هي في الواجهة، هي من يستطيع بمعاونة الآخرين. لا يمكن أن نتوقع من مصر بذاتها أن تقدم على هذا العمل دون مساندة من العالم ككل، من العالم الحر ككل، ولكن لابد من إدخال المساعدات للقطاع، لأن أهالي غزة يتعرضون للتجويع، للتعطيش، للأوبئة، للصرف الصحي الذي يحيط بهذه الخيام الهزيلة التي يقيمون بها وسط البرد، والعالم يتحدث وكأن المسألة هي مسألة إسرائيل تنفيذ عملية أو عدم تنفيذ عملية. نعم، شكرا لك من واشنطن الدكتور حسن منيمنة الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك إذ كنت معنا من هناك. سنعود بعد قليل مشاهدي الكرام. أهلا بكم مشاهدي الكرام، في استمرار متابعة التغطية حول ما يدور من تطورات ميدانية داخل قطاع غزة والتي سنتناول فيها خلال هذه الساعة ردود الفعل العربية الرافضة للعدوان الإسرائيلي المفترض على مدينة رفح الفلسطينية وآخر ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية داخل القطاع جراء هذا العدوان الذي دخل في شهره الرابع. أكدت الخارجية الفلسطينية بأن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة مباشرة وامتداد لسياسة أثبتت الفشل في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع قطاع غزة بشكل خاص، وحملت الوزارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملته المسؤولية الكاملة عن فشل سياسته في التعامل مع قطاع غزة. السيد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، سيد الفاضل، ماذا تقصد الخارجية الفلسطينية فيما يتعلق بالمعاملة الفاشلة مع قطاع غزة على وجه التحديد والقضية الفلسطينية بإجمالها؟ لك التحية بداية سيدي العزيز، وبالمناسبة يعني كيف يمكن للعالم أن يقبل هذه المشاهد التي كانت تعرض ولا تزال تعرض عبر شاشتكم الكريمة العروبية الأصيلة التي توثق المجزرة لحظة بلحظة؟ كيف لأحد اليوم أن يتقبل هذه المشاهد وما يحدث في قطاع غزة؟ كيف لهذا العالم أن يصمت على كل هذه الأيام الدامية بحق الشعب الفلسطيني، بحق الأطفال والنساء، بحق بلد تقريبا
دمر بالكامل. هذا ما تقصده وزارة الخارجية، أن هذا العالم الذي لم يستطع أن يمنع هذه المجزرة على مدار كل هذه الأيام هو من يمنح ومن يشعر نتنياهو اليوم أن بمقدوره أن يستمر في هذه المجزرة وأن يواصل هجومه الدموي على رفح. المنظومة الدولية لم تقل إلا كلاماً، وبعض هذه الدول قدم دعماً لا محدوداً لهذا الاحتلال للدرجة التي ظهر فيها أنه شريك في هذا العدوان، كما الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص وغيرها. هذا التعامل الذي قامت به أو نهجته المنظومة الدولية لم يكن بمستوى الدور الموكل لهذه المؤسسة الدولية ولهذا القانون الدولي وللشرائع البشرية التي وضعت من أجل حماية البشر ومن أجل معاقبة المجرمين، وبالتالي لم يكن هناك دورا حقيقيا من هذا العالم اتجاه وقف هذه الجريمة المتواصلة واتجاه ملاحقة نتنياهو وحكومته ومجلس حربه وكل أولئك المجرمين الذين شاركوا في هذه الحرب الإبادية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. وهذا يدعنا أن نقول أن عديد هذه القيم، قيم العدالة الإنسانية، قد سقطت أمام آلة القتل التي تواصل إجرامها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. وهل تتصور أن هذا الحديث الدبلوماسي قادر على إثناء إسرائيل عما تقوم به أو إقناع العالم الغربي الذي تطالبه الآن بهذه الوقفة أن يتغير هذا الموقف؟ وما هو الحال فيما يتعلق بعملية المقاومة المسلحة الدائرة داخل قطاع غزة؟ هل تتصور أنها قادرة على أن تحرك ساكنا؟ فيما يتعلق بالدبلوماسية عزيزي قطعا لن تفيد، بل على العكس تماما. كما قلت، هذه الدبلوماسية الناعمة في التعامل مع هذه الجريمة المتواصلة، هذا أشعر نتنياهو أن بإمكانه أن يستمر وأن يشن هجوما على رفح، وبالتالي لم تفلح هذه الدبلوماسية أبدا. لو أفلحت لأوقفت العدوان منذ أيامه الأولى، يعني نحن في الشهر الخامس وعدد الشهداء خيالي، حجم الدمار كبير وحجم الكارثة، يعني من لم يمت بفعل القصف والصواريخ والقذائف لربما يموت جوعا أو مرضا بسبب ما انتشر من أوبئة وأمراض نتاج هذا العدوان. وبالتالي نعم، ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يمارس هذه الحالة الإنسانية من الصمود، وهو يشعر أنه وحيدا إلا من بعض المخلصين الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقاموا بكل ما يمكن أن يقوموا به، كما الشقيقة مصر ومواقف عربية متقدمة تسعى هي الأخرى لوقف هذا العدوان، لكنها هي الأخرى أيضا لم تتمكن من وقف هذا العدوان لكنها تحاول. الفلسطيني اليوم يسعى بكل إمكانياته أن يظل صامدا على أرضه، سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس. يعني المشروع الوطني الفلسطيني، القضية الفلسطينية، مستقبل الوجود الفلسطيني كله مهدد اليوم. وبالتالي ما الذي يمكن أن يفعله الفلسطيني أكثر من أن يقدم دمه حتى يحفظ حقه؟ قبل أيام كان أحد النازحين في رفح يقول نزحت مرة وأخرى وأخرى والآن يطلب مني أن أخرج من رفح، أين سأذهب؟ لا مكان آمن لأذهب إليه، أقبل قدري وسأبقى في هذا المكان حتى لو كانت نهايتي هنا. هذه الخيارات التي بقيت أمام الشعب الفلسطيني: الصمود، مواجهة الموت بالمزيد من الإصرار والمزيد من الثبات في هذه الأرض المقدسة. وهذا الحديث أيضا مؤلم سيدي العزيز، أن يضطر الفلسطيني أن يقول هذا الكلام، وكأن قدر الفلسطيني فقط أن يموت، وكأن دور هذا العالم فقط أن يراقب عن بعد. تخيل كل الساسة والمسؤولين والقادة في هذا العالم
تحولوا إلى محللين سياسيين وعسكريين، وكلهم يقولوا أن الهجوم على رفح من شأنه أن يحدث كارثة. هل هذا هو دور هذا العالم اليوم؟ هم مطلوب منهم أن يحذروا، أن يمنعوا هذه الكارثة وهذا العدوان، وأن يهددوا هذا المحتل أنك ستحاكم وتعاقب على هذه الدوائر. ولما لم يحدث ذلك ولن يحدث على الأقل طبقا لمتابعة هذه البيانات، إذا ما عدنا إلى الوضع الميداني، سلوك المقاومة بكل فصائلها العاملة في غزة بعد هذه المدة، بعد وصولها إلى الشهر الرابع من عملية المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، هل تتصور أنها قادرة على أن تحدث فارقا في المعارك على الأرض؟ أتحدث بموضوعية يا عزيزي. نعم، لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تبدي حالة من البطولة والبسالة في مواجهة هذا الجيش الذي يمتلك أقوى سلاح في العالم واستخدمه ضد الشعب الفلسطيني، سواء السلاح الأمريكي أو الإسرائيلي أو من دعمهم بالسلاح لا أعلم. لكن إلى أي مدى يمتلك الفلسطيني من القدرات التي تمكنه من المواجهة أكثر؟ يعني فلنكن موضوعيين في هذا. الشعب الفلسطيني يمارس بسالة حتى النفس الأخير وحتى الرمق الأخير، لكن أعود وأقول ليس مطلوبا من الشعب الفلسطيني أن يموت حتى يوقف هذا العدوان. يقاتل الفلسطيني، يقاوم الفلسطيني، يصمد الفلسطيني، يحاول أن يدافع عن نفسه، يحاول أن يرد عن نفسه الأذى بما امتلك من إمكانيات. لكن كم نمتلك من إمكانيات؟ لا أعتقد أن لدينا هذه الإمكانيات التي تستطيع أن تصمد في وجه آلة القتل كثيرا من الوقت، لكن لدينا الإرادة والإصرار أن نصمد في وجه هذه الآلة، لكن ليست بقدراتنا العسكرية. لا يملك الشعب الفلسطيني قدرات عسكرية أمام ما يمتلكه هذا الاحتلال الذي قصد منذ بداية العدوان حتى اليوم أنه أن يقول أنه يواجه جيشا كبيرا حتى يبرر لنفسه القيام بكل هذا العنف الدموي وهذا الكم الكبير من الأسلحة التي استخدمت ضد الشعب الفلسطيني. هو يريد ذلك لأنه هو أصلا أعلن عن هدفين أساسيين، قال يريد القضاء على حماس والقضاء على قدرات المقاومة، لكن أهدافه الأكثر استراتيجية بالنسبة له هو القضاء على الشعب الفلسطيني وعلى مستقبل وجود الشعب الفلسطيني وعلى إعادة السيطرة على القطاع وعلى فصل الشمال عن الجنوب وعلى خلق منطقة آمنة. وحاول أن يسيطر على محور فيلادلفيا صلاح الدين لولا الموقف المصري الثابت والقاطع في ذلك، والذي حسب له هذا الاحتلال ألف حساب، وهو يدرك ما معنى أن يمس بأمن مصر القومي، وهو يدرك ما معنى أن يمس بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني والرافض للتهجير القسري الذي أراده هذا المحتل كأهم أهداف هذه الحرب الاستراتيجية. لولا الموقف المصري أعود وأقول والثبات الفلسطيني، وكذلك كان للأردن موقفا في قضية التهجير، لأن التهجير هذا المشروع يتعلق بكل شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة. هذا ما نملك من أدوات فلسطينيا، ومن يدعمنا من أشقائنا العرب ومن يسعون بكل جهد لوقف هذا العدوان والمواقف السياسية الثابتة والتي تعرب عنها الشقيقة مصر، كما صدر عن السعودية قبل أيام ويصدر عديد المحاولات العربية التي نتمنى هي الأخرى أن تتحول إلى فعل ضاغط، لأننا عربيا نمتلك أدوات ضغط، وهو الاحتلال يحسب ألف حساب لتهديدات مصر، وبالتالي هو يخشى العرب، وعلينا أن نستخدم هذه الأدوات لنعزز من إمكانية الشعب الفلسطيني على الصمود وعلى وقف هذا العدوان وعلى تجنيبنا مجازر كارثية قد تحصل في رفح، والاحتلال مصر ومصمم أن يمضي في عدوانه وهجومه على رفح. من مدينة رام الله سيد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، شكرا لك على قبول الانضمام إلينا. أرسل الأردن طائرتين تحملان مساعدات جديدة إلى قطاع غزة ضمن جهود إغاثة الفلسطينيين بالقطاع. وأعلن الأردن بأن الطائرتين تحملان على متنها المواد والمستهلكات الطبية ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي في غزة ليتم إدخالها من خلال معبر رفح. من العاصمة الأردنية عمان السيد عادل محمود الكاتب والباحث السياسي. سيد الفاضل، هل تتصور أن جهود العاهد الأردني في الولايات المتحدة قادرة على إثناء الولايات المتحدة عما تفكر به بشأن مآلات الأمور داخل قطاع غزة؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين أيضا.
بالأكيد يعني صدرت في عقر دار الولايات المتحدة الأمريكية الراعي للحرب تصريحات جريئة للملك عبد الله الثاني، يعني هناك تحذيرات حزمة من التحذيرات ملكية أردنية من كارثة على المنطقة ككل إذا أقدمت إسرائيل على موضوع اجتياح رفح، يعني ربما تتفجر الأوضاع في الضفة وخارج أيضا فلسطين. ثم لقاءاته المتعددة بدءا من بايدن وصولا لوزير الخارجية لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، والتصريحات قبل قليل كانت واضحة جدا، يعني هنالك مخاوف من الملك عبد الله أن تكون هنالك تفاقم للوضع الإنساني داخل غزة. ثم موضوع ما يسمى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين فلسطين، هذا ملف أعتقد تم مناقشته مع الولايات المتحدة الأمريكية، له انعكاسات داخل فلسطين وخارج فلسطين على اللاجئين ككل. ثم واضح أن هذه الزيارة، وهي الزعيم العربي الوحيد الذي زار واشنطن خلال حرب غزة، واضح أن هنالك إصرار أمريكي على الإقدام على دعم إسرائيل رغم كل الإشارات توحي أن أمريكا تحاول النهي عن نفسها عن عملية اجتياح غزة، لكن في المقابل الضوء الأخضر أعطي أنا من وجهة نظري، وأن باب موضوع الهدن الذي إلى الآن يستمر المفاوضات هو باب مفتوح، لكن لن يقرر وقف إطلاق النار. الجهود الأردنية من خلال جولة الملك عبد الله الأخيرة إلى واشنطن أعتقد ربما ستكون أشبه بما يسمى قرع جرس الإنذار الأخير من بالفعل كارثة على المنطقة إذا ذهبت رفح إلى اجتياح إسرائيلي، كما قال رئيس الوزراء نتنياهو سيكون قوي جدا. أعتقد هذه الإصرار من قبل إسرائيل ربما، هذا من وجهة نظري، سينسف الخطة الأمريكية ما بعد حرب غزة، لأن إن تم تفجر الأوضاع في رفح وقذف الناس لا يوجد، نقول أقصى الجنوب ليس لديهم خيار أما الموت أو الذهاب إلى مصر، وأنت تعلم إذا فتحت باب مصر الباب سيقال شيء، وإذا أغلقت الباب أمامهم سيقال شيء آخر بالمقابل. إذا نحن أمام للأسف مرحلة مفصلية، وأعتقد التحذيرات الملكية واضحة جدا، يعني والدور الأردني منذ بدء الحرب كان الملك استباقي وحذر القادة العرب والإسلاميين في السعودية أن المنطقة ستذهب إلى منزلق في بداية حرب غزة، وبالفعل ذهبت إلى حرب الممرات المائية، حرس عملية حرس الجدار وحرب الميليشيات. واليوم التحذير خطير جدا أنا من وجهة نظري، يعني هو ليس فقط استباقي، الأردن يعي أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مصممين على إتمام ما يسمى القضاء على حماس، لكن إلى الآن من ناحية المنطق السياسي إلى الآن يتعاملون مع حماس من خلال المفاوضات، لم يتم موضوع احتلال غزة ككل، لأن هناك محاذير أيضا ليست فقط أمريكية، هناك لاءات أردنية، يعني الملك اليوم كان واضح عدم تجزئة الضفة الغربية عن غزة، وأيضا عدم ما يسمى موضوع المستوطنين في القدس في الضفة الغربية، موضوع التهجير، رفض أردني تجزئة غزة، احتلال غزة، تهجير الناس. أعتقد الموقف الدبلوماسي الأردني واضح منذ بدء الحرب إلى الآن وضاغط، يعني كان هناك جولة بداية الحرب على الأوروبيين وتغيرت قليلا المواقف الأوروبية. اليوم اللغة الأمريكية صحيح أنها هي دعاية انتخابية، يعني حتى ما يشاع عن خلاف نتنياهو وبايدن هو دعاية انتخابية أمريكية، لكن الأهم أن استخدام أمريكا موضوع البعد الإنساني وفتح ممرات للمدنيين، وكأن الحال يقول اذهبوا إلى رفح لكن أن يكون هناك ممرات يعني آمنة. الأمم المتحدة ترفض الدخول بموضوع الممرات الآمنة أو حتى الأوروبيين في بناء القيام. إذا نحن أمام للأسف يعني قد تكون مغامرة عسكرية أشبه بمغامرة المراهقين، يعني ربما تنسف كل الجهود ليس فقط الأمريكية حتى الباحثين عن هدن أو وقف إطلاق النار. أنا من وجهة نظري تدريجيا ربما تستفيق الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر وتسحب رجلها من ملف غزة قبيل الانتخابات، يعني هذه الحرب هي حرب عبثية لم تحقق إسرائيل شيء من ناحية الحصاد العسكري أو السياسي إلى الآن. نتنياهو يزرع الأوهام للرأي العام الإسرائيلي، وأيضا الجبهة الشمالية صحيح اليوم كان هناك حدث
غير عادي يعني قتل الجنود الإسرائيليين في موضوع صفد، لكن لا أستبعد أن تذهب الأمور إلى تصعيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وما الذي يدعوها إلى التصعيد الآن ولم تصعد منذ بداية المعارك أو في الأوقات التي كانت تحتاج فيها المقاومة في غزة إلى المساندة العسكرية من قوة كانت تظنها ستساند في هذا التوقيت؟ أرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خط أحمر أن لا يكون إلا المسار السياسي بين حزب الله وإسرائيل. يعني إلى الآن قواعد الاشتباكية التقليدية تحاول إسرائيل رغم أنها يعني جيش منهك في غزة، تحاول بشكل أو بآخر نقل الصراع إلى موضوع الجبهة الشمالية، لكن إلى الآن رغم الحادث اليوم وتوقعات ردود الأفعال بعد قصف منطقة النبطية وجنوب لبنان ككل من ناحية الغارات والذي سقط بعض الشهداء، لكن موضوع غزة وانهدت الولايات المتحدة الأمريكية تريد إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافها إقليميا، أي استمرار ما يسمى موضوع حرب على الحوثيين وموضوع الميليشيات في العراق وسوريا. لذلك تراجعت خلال الأسبوع الماضي من خلال جولة بلينكن. ولماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى حرب غزة حتى تقوم بالهجوم على الحوثيين كما ذكرت؟ هي من بداية الحرب، وأنا أقرر على قناتكم الكريمة أن غزة ذريعة لحرب إقليمية، جاءوا واستخدموا موضوع الحوثيين وحتى الميليشيات لأهداف وغايات أمريكية مختلفة عن إسرائيل. إلى الآن بنك الأهداف غامض بموضوع عملية حرس الازدهار، ربما العنوان أمن الملاحة، لكن أنا من وجهة نظري هل يكون سيناريو الحوثيين كما غزة يعني إخراج الحوثيين من صنعاء وأيضا ترتيب الملفات سياسيا في سوريا وغيره؟ من المبكر أن نقول أن أمريكا تعلن عن أهدافها الرئيسية، الأوروبيين دخلوا على الممرات البحرية وأهدافهم مختلفة عن بريطانيا وأمريكا، لذلك أخذت غزة ذريعة والآن بدأت يعني الجبهات مشتعلة، لكن في حال تفجر ملف رفح سيكون أيضا، هذا من وجهة نظري يعني أيضا، وفي هذا الملف ملف رفح على وجه التحديد، ألا تتصور أن اختصاص رفح بالأنباء التي تواترت منذ الإعلان الإسرائيلي عن الرغبة في الإقدام على اقتحام هذه المدينة، أن إسرائيل تحاول أن تعزل رفح عن معارك قطاع غزة بإجمالها وتعتبر أن ما قد يدور في رفح هي عملية منفصلة عن أصل العمليات التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي؟ يعني أرجح أن اختيار الملاذ الوحيد رفح للناس يعني غير قتل المدنيين عزيزي، لا يوجد يعني لا يوجد حتى تحدث نتنياهو عن موضوع 4 كتائب في رفح لحماس متبقية، هذا ليس هدف الذهاب إلى 1,700,000 إنسان نازح وأيضا سكان رفح. أنا أعتقد من وجهة نظري إن لم يكن ورقة الضغط على حماس كما قال بايدن من بد إسراء حماس لا تأتي إذا بالضغط، ربما يكون أيضا في المقابل توريط مصر وإحراجها في موضوع عملية رفح. هي إسرائيل وأمريكا تقول لمصر أنها لا تريد تهجير ثم تدفع بالغزاويين نحو بوابة مصر، ليس للتهجير على وجهة نظري وإنما لارتكاب مزيد من المجازر. وما الذي يدعوها ولماذا تتجه إلى إحراج مصر في هذا الملف؟ إظهار مصر بصورة غير جيدة، فهي كما ذكرت لو أغلقت الأبواب مشكلة وفتحت الأبواب مشكلة، يعني في عدة أبعاد واستراتيجيات ما بعد رفح، يعني للقبول بما هو قادم ما بعد حرب غزة. يعني البعد الأول ورقة ضغط قد تكون على حماس، وأستبعد أن تكون بالفعل ورقة ضغط لأن الإقدام على العملية العسكرية تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل بلينكن الأسبوع الماضي، قال اذهبوا، لكن تكون خطة محكمة لموضوع حماية المدنيين. ثم البعد الآخر موضوع مصر وإحراجها، والثالث غاية أمريكا وهي إطالة أمد الحرب. يعني تخيل لو تم وقف إطلاق النار في غزة، هل يكون مبرر للحوثيين لموضوع السفن؟ استبعد ذلك، لذلك غاية أمريكية ومصلحة أمريكية شخصية. والبعد الرابع وهو الأهم، إسرائيل تكسب فقط من استمرار الحرب ما بعد رفح أو إلى أقصى حدود الجنوب في غزة، هي ارتكاب المزيد من المجازر، هذا من وجهة نظري. أمريكا هي من تقود الحرب، لن تعلن وقف إطلاق النار إلى الآن منذ بدء الحرب، لذلك هي المايسترو، إسرائيل تستخدم كأداة وتنفذ المهام. لذلك تلاحظ أن الجيش الإسرائيلي جيش منهك، لا يخوض حروب طويلة الأمد، يحتاج من خلال النفس الأمريكي لإطالة أمد الحرب. لكن حتى نتنياهو، وهذا اجتهاد شخصي مني، أعتقد أنه لا يعلم متى تنتهي الحرب. طيب
اسمح لي، أنت أشرت لماما إلى ما دار في صفد هذا الاستهداف الذي حملته إسرائيل لحزب الله، وحزب الله بذاته لم يتبنى هذه العملية، واستشهاد إسرائيل أنه قد استخدم فيها الصواريخ الدقيقة التي أدت إلى مقتل الجندية وإصابة هذا العدد من الجنود الإسرائيليين. لماذا هذا التحول؟ عفوا تفضل. أعتقد لم يحن بعد موضوع التصعيد على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان، طالما هناك مفاوضات تحت الطاولة وفي تقدم، لا أقصد المبادرة الفرنسية، أرجح لم يأتي بعد التصعيد بين الطرفين. كل ما جرى سيكون عابر، يعني ما جرى في موضوع صفد سيكون عابر. صحيح حزب الله لم يتبنى، لو كان بالفعل استخدم موضوع الصواريخ يعني التي سقط منها 2 من 11 صاروخ، ربما يعطي حافز أكثر للحكومة المتطرفة للإقدام على عملية عسكرية. لكن أنا من وجهة نظري إلى الآن هناك خط أحمر أمريكي ودولي لعدم التصعيد في الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان، نتيجة أن الولايات المتحدة وضعت هذا الخط الأحمر لإسرائيل أم لحزب الله؟ لا، أرجح لكلا الطرفين. يعني لاحظ استراتيجية الصبر من قبل حزب الله، هناك ضغوطات دولية أيضا على حزب الله وعلى إيران، لأن لبنان قد يصبح رهينة. يعني واضح أن العصا والجزرة تستخدم بموضوع الحرب جبهة الشمال وجنوب لبنان. لماذا؟ يعني التهديدات الإسرائيلية واضحة، أن غزة ربما تكون أيضا نموذج في بيروت، وهذا ممكن يعني يحصل الأمر. لذلك الجانب اللبناني وأقصد القوى السياسية تحاول الآن حاليا تجري حراك سياسي لتقديم موضوع رئيس الجمهورية، وأيضا هناك تقدم في المفاوضات. حزب الله يريد البقاء غرب الليطاني بمسافة معينة، والمجتمع الدولي يريد شرق النهر الليطاني. السؤال الاستراتيجي، لماذا الذهاب إلى الخيار السياسي وليس العسكري؟ تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلم أن حزب الله أشبه بدولة، ليس كحماس إذا دخل. والجيش الإسرائيلي أنا من وجهة نظري لا يستطيع تحمل جبهة بحجم حزب الله. أنت تعلم خلفه الميليشيات وإيران، قد تصبح ساحة منفلتة لا تستطيع السيطرة عليها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إلى الآن التقييم العسكري، وأنا أتحدث من الواقع. طب إذا كان كذلك، أنت أشرت هنا سيد عادل إلى أن إسرائيل ترغب في فتح الجبهة، جبهة الشمال مع حزب الله. هي ترغب ولا ترغب، يعني إن شعر نتنياهو في هنالك اقتراب لموضوع يعني نهايته السياسية سيذهب إلى تصعيد في الجبهة الشمالية. لكن أنت تتحدث اليوم عن 4 شهور والطرفين متناغمين يعني في قواعد الاشتباك. واضح أن القوة الدولية وحتى سحب السفن من شرق المتوسط هي كانت رسالة إلى إسرائيل، نحن لا نريد فتح جبهة. وأمريكا أنا من وجهة نظري قد تقاتل حزب الله في سوريا ولا تقاتله في لبنان، تريد ترتيب الملف سياسيا. لذلك موضوع غرب الليطاني، لأن الثروات في غرب الليطاني، يعني هذا الهدف الاستراتيجي. يعني أنت تريد إبعاد موضوع حماية المستوطنات 10 كيلو عن الحدود جنوب لبنان لتكون منطقة آمنة لإسرائيل، هذا كله استهلاك للإعلام. الهدف الاستراتيجي هناك تموضع دولي للثروات في جنوب لبنان غرب الليطاني، حيث وجود قوات دولية بالإضافة للقوات الشرعية الجيش اللبناني، ويراد أن تكون حكومة لبنانية ورئيس لبنان الجديد يتفاهم مع المجتمع الدولي كما في شمال غزة. يعني إلى الآن حين يقول قوات دولية ستذهب أو عربية إلى تموضع في غزة ما بعد حرب غزة، وأيضا هناك مصلحة للمجتمع الدولي. كل هذا الصمت الذي جرى 4 شهور لأن الصراع في بعض بنوده الرئيسية الثروات على غزة على جنوب لبنان بعد فقدان أو لا يريدون الغرب التعامل مع الغاز الروسي أو الثروات. هذا صراع حقيقي يجري الآن. لذلك حزب الله إلى الآن هناك استراتيجية الصبر، يعني في عدم الانجرار وراء مغامرات نتنياهو. والإسرائيليين إلى الآن لاحظ، يعني دعك من عملية العرور في الضاحية الجنوبية، لم يكن هنالك أهداف كبرى تمت في موضوع خارج قواعد الاشتباك، يعني أكثر من 40 كيلو، يعني المناطق التي واضح اتفاق بشكل أو آخر ضمني بين الطرفين. لم يقتل إسرائيليين. الحادث اليوم الذي لم يتبناه حزب الله ربما تكون جهة أخرى، وإن كان حزب الله ربما يبعث رسالة، لكن هل إسرائيل تغامر وتذهب إلى أهداف بنك أهداف في خارج ما يسمى القواعد الاشتباكية؟ الاشتباك ممكن هذا، لكن لن يذهب، أنا أقول في الوقت الراهن، لكن لم يأتي بعد فتح الجبهات. إن فشل الخيار السياسي والضغوطات الأوروبية والأمريكية على إيران وحزب الله
للقبول بانسحاب حزب الله ستذهب الأمور بشكل أو آخر إلى اشتباك حقيقي، وإسرائيل ستبقى أداة تنفذ المهام التي تطلب منها. لذلك لاحظ الارتباك في المؤسسة العسكرية داخل إسرائيل، وإن كانت حكومة أو رأي عام لا يعلمون إلى الآن متى تنتهي حرب غزة، فكيف السبيل إذا تم الدخول في جبهة جديدة وأيضا أمن المستوطنين وإلى آخره. أنا من وجهة نظري المجلس وألا تعتبر أن هذا التحليل إذا ما لقي أذانا صاغية لفصائل المقاومة العاملة ضد إسرائيل أن تكون عاملة ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة؟ يا سيدي إن نتحدث من أرض الواقع، إلى الآن ما هي الوسائل التي قدمت للتخفيف عن غزة؟ يعني الصواريخ الحوثية لم تأتي بشيء على الأرض الواقع. المقاومة في جنوب لبنان لها أهداف مختلفة عن موضوع حرب غزة. أنا أتحدث أن إسرائيل إلى الآن يعني تتحدث عن فتح جبهات كبرى في شمال إسرائيل وغزة، لكنها لا تستطيع الصمود في موضوع شهور أو أكثر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها طرف الوقت، ليس الموضوع فقط انتخابات، لديها كما ذكرت ترتيب ملفات سياسية بدءاً من اليمن العراق. يجب إنهاء دور الميليشيات التي أدت واجبها خلال 10 سنوات من الفوضى والاضطرابات. لذلك ستكون الأمور تصعيدية في العراق وسوريا، حتى الأردن حين تم استهداف برج 22 وتم فتح جبهة آمنة جديدة في موضوع الفوضى والاضطرابات. موضوع اليمن لاحظ التعتيم الإعلامي رغم القصف اليومي من بريطانيا وأمريكا، لأن الهدف الاستراتيجي لم يصل إلى ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك وإن هدأت في غزة لا يعني أن تهدأ الجبهات الأخرى، لكن تبقى جبهة لبنان مختلفة كما ذكرت قبل قليل. هنالك جهود دولية ليكون الخيار السياسي على الطاولة أكثر ما هو عسكري، لكن إن وصلت الأمور إلى عدم استيعاب حزب الله وغير حزب الله أن الأمور في يعني أقصد المجتمع الدولي وضع الملف اللبناني على الطاولة بغض النظر أيا كانت الجهة التي تقف وراء حزب الله، ستذهب الأمور إلى تصعيد عسكري مفتوح، ولا أقصد الولايات المتحدة تشارك به، ربما إسرائيل تتكفل بحزب الله وتعيد لبنان إلى العصر الحجري، وهذا ممكن، لكن في الوقت الراهن عملية صفد لن يكون لها تداعيات. الوقت لموضوع الجبهة اللبنانية لم يأتي بعد، كما ذكر الرهان الآن على الجهود الدبلوماسية. سنتابع، شكرا لك من العاصمة الأردنية عمان سيد عادل محمود الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك على قبول دعوتنا. تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا جلسات علنية خلال الفترة من 19 وحتى 26 من الشهر الجاري، وتشهد الجلسات مرافعات شفهية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من محكمة العدل الدولية بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني. من القاهرة دكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، سيدي ماذا تستطيع أن تقدم هذه الجلسة القادمة لمحكمة العدل الدولية بخلاف سابقاتها؟ تستطيع أن تقدم الكثير محكمة العدل الدولية إذا القضية الفلسطينية أولا، فهو كما معروف للجميع لأول مرة في التاريخ تمثل إسرائيل أمام المحاكم الدولية، وتستطيع جنوب أفريقيا أن تجبر إسرائيل إلى المثول أمام هذه المحكمة. في الأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام، وهذا بحد ذاته قلنا مرارا وتكرارا هو انتصار لقيم العدالة الإنسانية وانتصار للقانون الدولي الذي يجب أن يأخذ مساره، والذي آن الأوان لكي يكون نصاب لكل من يخالف قواعد القانون الدولي وكل من يرتكب جرائم بحق الإنسانية، سيما جرائم الإبادة الجماعية التي شهدتها فلسطين وبخاصة قطاع غزة، وعلى وجه التحديد الحرب الطاحنة الأخيرة التي طالت الأبرياء الفلسطينيين من أطفال وشيوخ ونساء وغير ذلك من كل ما ارتكبه الاحتلال من جرائم بشعة تندى لها جبين الإنسانية. أما ما ممكن أن تقدمه المحكمة في الجلسات السابقة بالتأكيد هي ستقدم ربما شواهد حية ودلائل موفقة تماما على ارتكاب الاحتلال المزيد من الجرائم بحق الأبرياء الفلسطينيين، وهذا ربما يكون واضح للعيان، وربما الجلسات الأولى كانت تنذر بإدانة واضحة
للاحتلال الإسرائيلي، وإن كانت قد صدر القرار الأولي بإعطاء الاحتلال فرصة شهر يعني تقديم أو محاولة تجنيب المدنيين إلى غير ذلك، لم يكن هناك قرار واضح. لكن ما قام به نتنياهو خلال الفترة هذه السابقة من ارتكاب جرائم، آخرها في كل من خان يونس ورفح، وعلى وجه التحديد في رفح التي خلال العملية الأخيرة قام بقتل أكثر من 100 فلسطيني من الأبرياء في مدينة رفح، وحتى خلال 24 ساعة السابقة يعني ارتكبت حكومة الاحتلال أكثر من 11 مجزرة، أيضا راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد. هذا كله يدلل أن الاحتلال متورط تماما في هذه الجرائم، ولا يمكن أن يفلت في الجلسات القادمة من أن يكون هناك قرار، وهذا ما يتطلع إليه الفلسطينيون، يتطلع إلى أن يأخذ القضاء الدولي مجراه، وأن بالفعل أو تدان إسرائيل بهذا أو بهذه القضية الموجهة إليها، لأنها قد تكون أيضا مقدمة مهمة لتقديم إسرائيل أو أفراد من قيادات الجيش الإسرائيلي وقيادات الحكومة إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا أيضا مهم في أو في غاية الأهمية لكي نستطيع أن نقول أن هناك انتصار للعدالة في خطوتها الأولى، ولكي نقول أن هناك القضاء يأخذ مجراه ومساره. لكن المؤسف دائما أن القضاء حتى على مستوى العالم يسيس، وأن القضاء أيضا والقانون الدولي بحاجة إلى أدوات لتنفيذه، وهذه الأدوات دائما ما تصطدم بمجلس الأمن الذي تضع فيه الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو أمام أي قرار يتخذ من شأنه أن يضع إسرائيل في موضع الإدانة، وأن يترك لها أن يطلق لها العنان، وأن تترك يدها تقتل بالفلسطينيين وتقوم بأبشع الجرائم، كل هذا من أجل أن تحافظ الإدارة الأمريكية على مصالحها في المنطقة التي ترعاها دولة الاحتلال وترعاها إسرائيل في هذا المربع المهم في العالم. يتوقع بهذا الشكل وبهذا السيناريو الذي بدأ منذ 7 أكتوبر أن تستمر هذه الحرب إلى مشارف قرب الانتخابات الأمريكية؟ هل تتوقع هذا السيناريو؟ من الوضع أن المعركة نعم أن الحرب ستستمر إلى مشارف الانتخابات الأمريكية، لأنه إذا ما تحدثنا أن نتنياهو يتحدث أولا مرحلة رابعة وهي رفح، فهذا يعني أنها ستستغرق معه أيام عدة وربما تزيد عن شهر، لأنه عندما نتحدث أنه قال أن هناك مرحلة ثالثة سبقت المرحلة الرابعة وهي مرحلة خان يونس. لك أن تتخيل اليوم هو يقوم بعملية في خان يونس استمرت أكثر من شهر أيضا، وهذا يدلل أنه إذا كانت استمرت في خان يونس بهذا المستوى فكيف في رفح التي هي ربما محافظة أكثر اتساعا من محافظة خان يونس، وهي تزدحم بالنازحين الفلسطينيين من جهة، وهم يقولون أن هناك يعني جيوب بحسب تعبيراتهم للمقاومة، وهناك فلول للمقاومة بحسب تعبيراتهم أيضا، ويدعون أن هناك الأسرى الذين يسعون إلى تحريرهم ينتقلون من بقعة إلى أخرى. عزيز دكتور شفيق اسمح لي هنا وأعتذر عن المقاطعة، لماذا تبدلنا بأن الولايات المتحدة ترغب في أن تنهي هذه الحرب قبل مشارف انتخاباتها، وأن إسرائيل والحديث عن نتنياهو يسعى إلى مساحة ضغط عليها بشأن هذه الانتخابات؟ يعني دعني أقول لحضرتك أن كل من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية يتسابقان مع الزمن في محاولة إحراز تقدم في هذه الحرب، هذا التقدم يكون في مصلحتهما بالتأكيد، وربما الإدارة الأمريكية تراوغ أيضا كما يراوغ نتنياهو، فهي تحاول أن تعطي مزيدا من الوقت لعل وعسى أن يستطيع أن يحقق أهدافه في هذه العملية، سواء كانت الأهداف السياسية أو الأهداف العسكرية والأمنية التي يدعيها نتنياهو وقادة أركان هذه الدولة من خلال هذه العمليات وهذا القتل الذي يتسع يوما بعد يوم. لذلك نقول أن الإدارة الأمريكية الآن نعم تشعر بحرج شديد إذا استمرار الحرب بهذا الشكل وعلى هذا النحو، وأن الإدارة الأمريكية بالتأكيد على كل الحالتين فهي تخسر تماما إذا المرحلة الانتخابية المقبلة، فالإدارة الأمريكية إن حاولت
الضغط على نتنياهو والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فبالتأكيد هي تخسر أصوات الناخبين اليهود والصهاينة، وهي تسعى دائما لشراء هذه الأصوات لعل وعسى أن ترفع رصيد الحزب الديمقراطي بعدما تراجعت شعبيته بنسبة كبيرة. وأما أيضا إن كانت تريد أيضا أن تستمر في هذه الحرب، فهي أيضا سيبدو وجهها بالوجه القبيح أمام العالم، وبات الكل يدرك تماما أن الإدارة الأمريكية ورطها نتنياهو وورطت ذاتها منذ اللحظة الأولى عندما أعلنت انحيازها وأعلنت دعمها لهذه الحرب، واستمرت بدعم الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة والمال والعتاد، وما زالت تفعل ذلك، وما زالت تمد الاحتلال بالمزيد من كل مقومات الاستمرار في هذه الحرب من أجل تحقيق أهدافها. لذلك لا نستطيع أن نقول أن الإدارة الأمريكية بريئة، ولا نستطيع أن نقول أن الإدارة الأمريكية بالتأكيد لا يهمها مصلحتها ولا يهمها موضوع الانتخابات، لكنها تسعى أولا وأخيرا إلى الحفاظ على مصالحها، هذا هو الذي يهم الإدارة الأمريكية، فلا يهمها القانون الدولي ولا حتى القيم الإنسانية ولا قيم العدالة التي تدعيها. هي بالتأكيد تسعى دائما للحفاظ على مصالحها، وهي تنتقل حتى من موقع الحليف مع دولة الاحتلال إلى موقع الشريك، ولذلك كل خطابات الإدارة الأمريكية في جلها وفي معظمها كانت متناقضة، ولم نشهد تحول جذري في الخطاب الأمريكي، إنما كان هناك تحولات شكلية فقط ولم تطال المضمون، إنما المضمون والجوهر في جله يدعم دولة الاحتلال، ولعل العملية الأخيرة في رفح كانت خير دليل على ذلك. ففي الوقت الذي كان بايدن يدعو نتنياهو إلى تجنب المدنيين في أي حرب قادمة ودعاه إلى عدم التورط في عملية برفح، نجد أنه تغير خطابه قليلا وبات يقول أنه يدعو نتنياهو إلى محاولة يعني إيجاد ممرات وتأمين المدنيين. في الوقت ذاته حينما انتهى من مكالمة مع نتنياهو كان يشن عملية يعني أسموها أنها خاطفة ونوعية، لكنها قتلت أكثر من 100 فلسطيني، وهذا كله يدلل على أننا أمام حكومة إسرائيلية وأمام إدارة أمريكية تمضي في الحرب حتى ولو كان على حسابات كثيرة. الآن الزمن الذي يتسابق من أجله هو أنه لعل وعسى يستطيع قبل الانتخابات الأمريكية أن ينجز عملية في رفح، لكن هذا ربما يكون من المحال تحقيقه. من القاهرة دكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا لك على قبول الانضمام إلينا. إذن مشاهدي الكرام، إجمالا في ختام هذه الفترة والمتابعة التي لا تنقطع بشأن ما يدور من أمر قطاع غزة، سنتوقف على محاولات رصدنا لما دار من قطاع غزة أو ما دار في قطاع غزة من عملية انتهاك إسرائيلي داخل هذا القطاع تحت مسمى العملية العسكرية الإسرائيلية التي قالت أنها تسعى للقضاء على حركة حماس، هذا مضمونها نشاهده بعض اللحظات. القتل المتعمد لعدد كبير من الأشخاص بهدف تدميرهم كلياً أو جزئياً جريمة اعتبرها القانون الدولي إبادة جماعية محظورة، لكن يبدو أن تجريمها لم يتضمن معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته، فمنذ نحو 5 أشهر يرتكب الاحتلال أبشع الجرائم في غزة عبر قتل الآلاف من المدنيين والأطفال وخلق ظروف معيشية صعبة لإجبارهم على ترك منازلهم ووطنهم هرباً من القصف والجوع والأوبئة. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، فإن نحو 85% من الفلسطينيين قد نزحوا من القطاع جنوباً إلى خان يونس ورفح، ويقيم نحو 1.2 مليون فلسطيني نازح في 156 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، معظمها من المدارس.
ظروف قاسية يعيشها أهالي غزة الذين يعانون في الملاجئ المزدحمة من التهابات الجهاز التنفسي وجدر الماء، كما أنهم باتوا على مقربة من انتشار وباء الكوليرا والتهاب الكبد أي، ما يفاقم معاناتهم في ظل انهيار كامل لنظام الرعاية الصحية، حيث تحاصر قوات الاحتلال المستشفيات الكبرى وتجبر الأطباء والمرضى على الإخلاء تحت تهديد السلاح، وتهاجم بشكل عشوائي ومباشر البنية التحتية للرعاية الصحية لتحول حياتهم إلى جحيم. عدوان غاشم لم يرحم كبيرا ولا صغيرا، فأطفال غزة هم أهداف رئيسية للاحتلال الذي قتل ما لا يقل عن 8000 طفل خلال عام 2023، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، وذلك وفق جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. كارثة إنسانية بكل ما تحملها الكلمة من معنى، ليس للمجتمع الدولي دور فيها سوى برصد أرقام الضحايا والخسائر، أو ربما إطلاق إدانات وتنديدات لجرائم الاحتلال فحسب، متجاهلين صرخات الأطفال الذين يبكون طفولتهم ويحلمون بعيش يوم واحد في أمان دون الخوف من نيران الحرب. دمتم في أمان الله وحفظه.